أتى رمضان فاقبل يا أخيا إلى الرحمن واتبع النبي. أعظم نبض ينبضه هذا القلب وأغلى أمنية نتمناها وأكثر دعاء نردده أن يبلغنا الله وإياكم رمضان وليالي رمضان. ماذا تعني لك إذا بلغك الله وأهل الله عليك هلال رمضان؟ أي نعمة أعظم من نعمة أن يفتح الله عز وجل لك أبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب العتق من النيران؟ أي نعمة أفضل وأحسن من أن يجعل الله عز وجل لك بوابة تتقرب إليه ويرحمك ويكرمك ويدخلك الجنة ويرزقك ويبعدك من النار؟ بل قد ينتهي رمضان وتكون ممن قد غفر الله لهم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذه النعمة ليست لكل أحد. الملايين الذين أخذناهم طوال العام إلى المقابر والملايين الذين هم على الأسرة البيضاء في العناية، إذا اختارك الله عز وجل لتكون في عداد من أهن الله عليهم هذا الهلال وهذه النفحات وهذه الليالي، فاعلم علم اليقين أن الله قد أحبك وأن الله قد فتح لك باب الرحمة. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة، فتحت أبواب الرحمة. هذه نجاة وهذه بوابة. إذا كان لديك مناسبة الأسبوع القادم أو الأسبوع الذي يليه، لن تهنأ ولن يهدأ لك بال حتى تعد العدة، تبذل كل ما في وسعك حتى تهيئ نفسك لهذه المناسبة. فكيف إذا كنت مدعو لمناسبة عظيمة يجب عليك ألا تفرط حتى في هذه الليالي لتهيئ نفسك لها، ليعلم الله عز وجل أنك بنيتك وأمنيتك تتمنى، وقد يرحمك الله عز وجل ويبلغك هذا الشهر ويبلغك هذا الشهر. عظم هذه الأمنية التي تتمناها، عظم هذه الرحمة والبوابة وهذا الكرم والجود من الله عز وجل. احرص على الممحاة التي سماها الصحابة ممحاة الذنوب. أكثر من الاستغفار في بيتك قبل أن تنام، على وضوء جلست بعد صلاة الفجر، أكثر من الاستغفار يتغير حالك. فلذلك كن ممن يستقبل كل رحمة ويستمطر رحمات الله عز وجل. بماذا؟ بالاستغفار، حتى يرى الله منك صدق النية وصدق الحرص. فإذا أكثرت من الاستغفار فقد هيأت هذه النفس لطاعة الله والثبات، وأخرجت الفتور والملل وأخرجت الظلمات من جسدك، فبان النور في قلبك وبان النور في وجهك. أتى رمضان فاقبل يا أخيا إلى الرحمن واتبع النبي. فهذا شهر صوم فاغتنمه وحث السير للجنات سعيا، وحث السير للجنات سعيا. فكم من صائم قد غاب عنا، فهل من عبرة إن كنت حيا؟ تزود بالفضائل فاغتنمها، كفى ذنبا وإسرافا وغيا، كفى ذنبا وإسرافا وغيا.